قام الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية قائد التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد بزيارة صباح اليوم إلى مركز القيادة والسيطرة للتمرين. ولدى وصول معاليه إلى أرض الموقع كان في الاستقبال المفتش العام ورئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة وأعضاء اللجنة العليا للتمرين. وقد استمع معالي الوزير قائد التمرين إلى إيجاز حول سير العمليات ودرجة التنسيق والتفاعل بين القوات المشاركة في أداء المهام والواجبات، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ والأداء الميداني، والذي يعكس الجاهزية العالية والكفاءة في التعامل مع كافة الظروف والمستجدات الأمنية. بعدها شهد معاليه جانبا من التمارين الميدانية التي تنفذها قوات دول مجلس التعاون المشاركة وتجري حسب ما هو مخطط له في إطار التمرين الأمني المشترك أمن الخليج الأول. وأعرب معالي الوزير قائد التمرين عن شكره وتقديره لكافة القوات المشاركة من الضباط والأفراد على هذا الأداء المتميز والذي يعزز الثقة بما تتمتع به هذه من معدلات الجاهزية والاستعداد والكفاءة التي تؤهلها للعمل في إطار منظومة أمنية متكاملة. ما في شك أن تواجد القوة وعملها بشكل مشترك لتنفيذ مهمة مشتركة أمنية في مكافحة الإرهاب برأيي أنها هي أعلى درجات التعاون الأمني. ومن أهم الدروس هي تنقل القوة وحضورها إلى موقع التمرين وأخذها إلى مواقعها ومن ثم دخولها في التمرين حسب الفرضيات المحددة في التمرين. القصد من هذه الزيارة طبعا هو تفقد سير ومجريات التمرين، واستمعت إلى إيجاز من هيئة السيطرة، ومثل ما تشوف أن هناك فرضيات ومواقف أمنية مختلفة يتم تنفيذها بشكل مشترك. والله الحمد الكل منتظم والكل يقدم أفضل ما عنده، ولكن يمكن تشوف آليات مختلفة ولباس مختلف. التحدي اللي أمامنا هو أن تكون عندنا إجراءات عمل وإجراءات عمليات موحدة، وهذا ما نهدف إن شاء الله للخروج فيه من خلال هذا التمرين. وجود القوة المشتركة تعمل في موقف واحد يوحد إجراءاتنا في العمل وهو المهم، وما في شك أن حضورهم وعملهم في موقع واحد هو الغاية والهدف الاستراتيجي من هذا التمرين. التمرين واقعيته تأتي في أن الفرضيات عليها تقييم أو تحكيم، وهي كلها فرضيات أمنية طبيعة الحال، ولكن المهم أن احنا نقيم الأداء ونراجع الإجراء، ومن خلال هذا الأمر نظهر فيه الدروس المستفادة. لكن ودي أؤكد بأن التعاون بين الأمني بين دول المجلس وترى هو تعاون قائم. اليوم احنا الأجهزة والإدارات على اتصال يومي ومتابعة للجريمة العابرة الحدود بكل أشكالها، والله الحمد وفي إنجاز وعمل متواصل. لكن أن تكون القوة موجودة قوة شرطة خليجية مسلحة تعمل في مكافحة الإرهاب في موقع واحد، هذا برأيي هو قمة وأعلى درجات التعاون الأمني، والله يوفقنا إن شاء الله.